عليكم السلام ورحمة الله. هذه غادي ندير لكم واحد التخفيض حمق في الثلاجة امبريمي والتحتاني ديالها ستان دو سوا، وغادي ندير لكم معها الهوته. هذه المره ما بقاش نقول لكم الاربع الجايه غندير القرعه، الفيديو غنلوحوا اليوم. شنو اليوم السي توفيق؟ يوم الخميس الجمعه يعني في العشيه غندير لكم القرعه، يعني غدا غندير لكم القرعه. شنو في هذا الفيديو؟ هذا ها هي الربحه في هذه الجلابه، هذه ديال 450 درهم اف سالوغو، غندير فيها اربعه ديال الفائزات. ها هي غدا غندير القرعه ان شاء الله، وغدا القرعه مع السبعه ديال العشيه ان شاء الله. يعني غادي ندير اربعه ديال الربحات في اليوتيوب، واربعه في الفيسبوك، واربعه في انستغرام. كلهم غدا ان شاء الله مع السبعه غادي نديروا لهم الربحه ديالو. ودابا نبداو. شنو هو هذا؟ هو الثوب ديال القرعه سمح. هذا هو الثوب ديال القرعه، جلابه اف سالورو ب 450 درهم. كدير الشروط ديال المسابقه شنو هي السيميدو؟ هي غتشد اختي هذا الفيديو هذا اللي كتشوفي فيه دابا اللي كنصوروا حنايا، وغادي تصيفطيه ل 10 ديال صحاباتك، وغادي تخليه جيم، وغادي تخلي تعليق. راه الا ما التزمتيش بالشروط ديال المسابقه ما غاديش تختي الروبو ولابليكاسيون، ما غاديش تختار، حيت لابليكاسيون كنديروا لها الشروط اللي فيها هي تبارطاجي ل 10 ديال صحاباتك الفوق، وتخلي جيم، وتخلي تعليق اختي، وغادي تربحي معنا اربعه ديال الجلابات اف سالوغو. سواء الناس اللي كيشوفوا في الفيديو ديال اليوتيوب غيربحوا اربعه، الناس ديال الفيسبوك غيربحوا اربعه، والناس ديال الانستغرام غيربحوا اربعه، وغدا القرعه. ما نقولش لكم غدا، يعني ما نخليش لكم سيمانه باش تكومونتيو على خاطركم. دابا غدا ان شاء الله القرعه صوفو بالغ بالمثالي، بالغ بالمثالي. والثمن اجي شوف لي الثمن، الربحه على جوج جوايع عند اسواب رميسا. وين حنا كنتسنى الربحه؟ جلابه اف سالوغو، والربحه في الثلاجه. غادي تخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو ان شاء الله، غنفاجئكم بالثمن. يعني غندير لكم واحد الثمن اللي جد مناسب. هذه راه في الاصل كدير هذه الثلاجه بغوشي، هذه كتسمى الثلاجه بغوشي، كدير 1500 درهم. غندير لكم واحد الثمن اللي كلشو دابا صحاب الحريفيه اللي فيه طونسيون السكر ما يتفرجش في هذا الفيديو هذا، حيت غادي يضروا الحال، غايقولوا واش خاونين هذه ولا لاقينها، ما يمكنش يديروا لها الثمن. هذاك علاش اختي بقاي معايا حتى الاخر. حنا شوقتينا السي باش نقول لك الثمن اخويا. ها هو الثمن، غادي يكون هوته وفيه الربح اختي. بالنسبه للعباره سي محمد، 3 متر ونص كتجي تكشيطه. الا ما بغيتيهاش تكشيطه اختي راه كدير عب وحدها، راه ما كتبينش. وشوف الساتان دو سوا اختي داير لك التحتاني، يعني ساتان دو سوا اوريجينال، والعبار وفي لاله مولاتي هاك، وفيها كميه قليله. الثمن نقول لكم الثمن، يلا خليو التعليق وغنقول لكم الثمن. يلا شوف طلع اليوم توفيق، طالع القلوبة، طالع الورد تمايا، ما كاين بارطاجي. شوف لالا هانتي الثمن ديالك لالا 500 درهم بالساتان دو سوا ديال التحتاني. 500 درهم وفيها الربحه، وفيها الربحه. شو الساتان دو سوا اختي، كنعطيك ارماني ولا نعطيك ماكس مارا؟ ما كنعطيكش دومي سوا ولا شارموز. هاكا سيت غادي تشارك معنا الثمن 500 درهم السي مصطفى. غتاخذ واحد المره ديالك دابا. ها هي مرحبا خويا مصطفى، راه هاوت 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 اخويا. بالنسبه للقضيه ديال التوصيل اسمها التوصيل 20 درهم في كازا، خارج كازا 50 درهم، حتى كتوصلك الامانه ديالك عاد كتخلصي. عجبتك بالصحه والراحه، ما عجبتكش شي راه كنبدلوا لك اللون. ما بقيتيش عجبك الثوب كاع اختي، راه كنردوا لك فلوسك. ها هي اختي، شوفي 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 كيفاش ما عجبهاش الثوب، وانا راه سوقتي الثوب. يلا سيروا بالصحة والراحة، قطع الله يدير الخير.